هطول أمطار كثيرة في محافظة نينوى، بحيث المجاري الصندوقية والمجاري السطحية لا تستطيع استيعاب هذه الكميات الكبيرة. قمنا بمناشدة العمليات إطفاء المدني وكذلك عمليات دائرة المجاري في محافظة نينوى، شرعوا مسرعين إلى إنقاذ أهالي الذين حوصروا في بيوتهم أثناء عمليات انسداد المجاري أو عدم استيعاب المجاري لاستيعاب الكميات الكبيرة من المياه. طبعا نحن بدورنا نشكر مديرية إطفاء نينوى وكذلك الجميع المنتسبين الذين يعملون لإنقاذ العوائل التي حوصرت من قبل المياه الأمطار الآسنة التي تأتي من شمال مدينة الموصل، تحديدا من اتجاه قضاء تلكيف وقوسيات وكذلك مرورا في منطقة الرشيدية. طبيعي منطقة الرشيدية أرض منخفضة تتجمع فيها مياه كثيرة، ومما أدى إلى دخول إلى بعض المحلات التجارية وكذلك دخول إلى بعض البيوت السكنية. بعد ورود معلومات من منطقة الرشيدية حول وجود فيضانات بمياه أمطار في منطقة الرشيدية، حرك فريق بحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني إرادة الطوارئ إلى موقع الحادث. كمية الأمطار المتساقطة جدا كبيرة، نناشد الحكومة المحلية بتجهيز معدات ومضخات لمعالجة الحالة. احنا منطقة الرشيدية قطاع الأول أصحاب المحلات، هطول الأمطار كثيرة والمنطقة ناصية، وبسبب الانسدادات المجاري وبارك الله بي بالإخوان الدفاع المدني والمجاري ما قصروا معانا، وبذول مشكورة من الأستاذ لقمان ما قصر معانا من الصباح الباكر، موجود هو ما قصر معانا رحم الله والديه. ولكن هذه الأمطار تعرف بكمية كبيرة، أريد جهد من عندكم أكثر، أريد تعاون الحكومة معنا أكثر، ما قصروا الإخوان. دائما كل ما موسم الأمطار الأمطار عندنا بهذا المكان لمنطقة ناصية. عندنا هاي المنطقة والله صار لها تقريبا سنين، يعني سنين وما تعالجت، فنناشد الحكومة ونناشد المسؤولين إنه يخلصونا من هذا الشيء، لأن فيضانات والعالم تأذت، المحلات غرقت، محلات مواد غذائيه كلها غرقت، فناشد الحكومه. هسه انا جاي اريد اروح لبيتي، ما اقدر اروح لبيتي، هاي من الصبح لسه واقفين نريد نطب للبيت، ما نقدر نطب للبيت، فناشد الحكومه والمسؤولين يعني انه يخلصونا من هاي المشكله.